بمناسبة هذا اليوم العظيم، يوم الانتصار على داعش الإرهابي، لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا أولا ونهنئ القوات الأمنية ومواطنين موصل باستعادة مدينتهم الكاملة وتحريرها من إرهاب داعش. وهذا اليوم أيضا كان فرحة ونصر لمنتسبي السمنت الشمالية بإعادة أغلب المعدات التي كانت مسروقة من قبل التنظيم الإرهابي ووصولها إلى معامل سمنت حمام العلي بعد جهد جهيد وبإسناد من السيد المدير العام الأستاذ حسين محسن الخباجي ومساعدته واتصالاته العديدة، استطعنا هذا اليوم أن نصل إلى معمل السمنت وبمعيتنا هذه المعدات العملاقة التي تشاهدونها ولاحظتها. وعندما ذهبنا إلى قيادة قوات مكافحة الإرهاب استقبلنا السيد القائد عبد الغني الأسدي، وحتى قال مازحا لمنتسبيه أعطوهم إغراضاتهم علاش حاجزيهم، وفعلا سهل لنا الأمور والحمد لله. وكانت القيادة القوات الثانية هذه الساحة بمعيتها ومفرزة حراسة واضعين على هذه المعدات، لأنه أيضا عرفوها أنها ثمينة ومكلفة. يعني هذا الجيربوكس الأمامي بقربي هذا وزن 22 طن استيرادي من شركة هوفمان السويسرية، يعني هذا الجيربوكس ما مستعمل، معمل كامل، هو بنفسه معمل كامل. يعني طاحون احد الطواحين كانت متعطله على هذا المعده، هذا الجيربوكس، والحمد لله وصلت، والحمد لله اليوم عثرنا عليها وهي بصحه بحاله جيده ولم تتعرض الى اي اذى. والحقيقه نشكر، يعني نعيد ونشكر القوات الامنيه التي حافظت على هذه المعدات في الساحه الموجوده في موصل الجديده ووضعوا حماية إليها طيلة هذه الفترة. وإحنا لجنتنا المشكورة من قبل عدد المهندسين توزعوا على الساحل الأيمن والساحل الأيسر وبحثا عن هذه المواد، والحمد لله النتيجة كانت مفرحة وجيدة، حيث أكثر من 15 محرك ضغط عالي 6600 بقدرات من 2600 كيلو واط إلى 2000 واط، 1250 واط و 900 واط، كلها هذه المعدات موجودة، معدات المعمل كامل، يعني معدات معملين من معامل سمنت بادوش، واحنا وصلناها لهذا المكان. بالحقيقة يعني تعاون كبير هنا مع القوات الأمنية مع دوائر الدولة، ودائما يحثون على الدوام، خصوصا بعد ما تحررت المدينة، حيث معامل سمنت حمام العليل بدأ الدوام يستقر فيها، ومعامل بادوش بصراحة مشكورا الفريق، رئيس الفريق المشترك الأستاذ باسم الطائي وعدنا باستحصال موافقات لدخول الموظفين على هذه المعامل. وبهذه المناسبة نعاهد السيد المدير العام المحترم والسيد وزير الصناعة المحترم الأستاذ محمد الشاع السوداني على أن تعود معامل السمنت الشمالية كما كانت وأفضل إن شاء الله.